ألخص لحضراتكم الموقف شوية بعيدا عن الناحية الفنية. يعني احنا المفروض ان احنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الحالية اللي هي اعداد الدراسات وكيفية التعامل مع الجانب الاثيوبي والسوداني في هذا الاعداد، دراسات حول المشروع. المشروع لسه في مرحلة تقديم دراسات حوله من الجانب الاثيوبي للانشاء، فدي المرحله الاولى قبل الانشاء، ولا بد ان يتفق فيها على الكلام اللي بيقوله خالد دلوقتي بين الدول. المرحله التاليه هي مرحله الانشاء والتخزين. اذا الانشاء نفسه خلاص اتفقنا ايه الاصول والضوابط والقواعد الحاكمه، والناس اتفقت ان ده مساله من ناحيه الامان ماشيه، من الاثر البيئي هيتعالج ازاي، والى اخره الكلام اللي احنا سمعناه. ثم الانشاء نفسه وضمان ان الانشاء يطابق التصميم، والتخزين وكيف يكون التخزين ومتى يكون التخزين ومده التخزين قد ايه. التخزين في 4 سنوات غير التخزين في 14 سنه. التخزين في مواسم اللي يبقى الفيضان فيها عالي غير الإصرار على أن التخزين يبقى في المواسم حتى اللي الفيضان فيها قليل. فدي مرحلة الإنشاء والتخزين. المرحلة التالية هي مرحلة الإدارة، إدارة شأن السد بعد ذلك لضمان تحقيق وتنفيذ ما يتفق عليه في المرحلة الأولى، بحيث أن إدارة شؤون السد ما يجيش مرة دولة السد مزنوقة في فلوس تولد كهرباء زيادة فتفتح حد زيادة تغرق حاجة، أو العكس مش لاقي حد يستورد الكهرباء اللي هي عايزة تبيعها فتقفل التربينات، هم عاملين 16 تربين في كل ناحية 8 تربينات، ده التصور الأساسي بتاعهم، وعايزين الهد يبقى عالي قوي. هم هو كلام يعني، ما يعني طموحات قومية يعني الناس بتقولها لبعضها. فدي الثلاث مراحل الأساسية. فإحنا في المرحلة الأولى دلوقتي اللي هينبني عليها المرحلتين التاليتين واللي نعم لا ده ما دي اجراءات، ده مساله اصل هو ايوه ما هو بينشئ ما انشاش حاجه لسه. كل الكلام اللي موجود في الموقع هو عمل كوبري، المقاول عمل كوبري يمشي من الضفتين ل 1800 متر عشان ينتقل من ناحيه لناحيه بسهوله، وهو بيشتغل في ناحيه واحده دلوقتي بيعمل جسات وبيشوف الصخر بتاعه هيتحمل ويعمل ايه، وبيخزن وبيشون حاجات كتير جدا تفاصيل لابد. وانه كل ما بيجي انت عارف ان دي مرحله اسمها المرحله الاولى الابتدائيه في اي مشروع. وبعدين وهو بيعمل في المرحله الاولى بتاعت الاستكشافات ديت بيكتشف ان الموضوع مش زي ما هو كان متصور في الديزاين بتاعه مثلا، فيقول ده انا هغير في كذا وكذا وكذا وكذا. فاذا قبل ان يمضي في موضوع الانشاء للمشروع ككل لابد في المرحله دي يتم التوافق بين الدول الثلاثه في منظومه دوليه، وان كان ممكن تبقى افريقيه مؤثره يبقى كويس، في انه الناس بتلتزم بما تتفق عليه. دي مرحله اساسيه دلوقتي. هو عنده عيد قومي كان عايز يعلن في حاجه بيحول المجرى عشان ينشف عشان يشتغل، ده شغله كله في ما زلنا في اللي هم بيقولوا البريليمينري ستيج، يعني ليست الفيرست ستيج. ده المرحله قبل الاولانيه. كم؟ لا ده هم بيقولوا عايزين يخلصوا في 2014. لا لا لازم كان عليهم. ها؟ 2017. لا انا سمعت، انا بقول لك سمعت 2014 فالكلام كله يعني فده كلام يعني قصدي احنا ليقل هو ما يشاء واحنا نشوف هنعمل ايه. احنا بنبص على حقيقه الموضوع، ما الذي ينبغي علينا ان نتخذه من اجراءات لضمان عدم الاضرار او الضرر بنا باي شكل من الاشكال. الضرر هو اللي اعلنه قدامي رئيس الوزراء واحنا في اثيوبيا انه مصر لا يمكن ان تضار ولو بكوب ماء واحد او باي شكل من الاشكال. ده الكلام اللي كان في اخر لقاء في اثيوبيا في اديس ابابا الاسبوع اللي قبل اللي فات. ده الكلام، وهو مع رئيس الوزراء المصري في اليابان كرر تقريبا نفس الكلام. ست الرئيس تركيا قالت نفس الكلام لما جم يعملوا سد اتاتورك، والنهارده العراق وسوريا بيصرخوا. ايوه ما احنا دلوقتي
احنا لا نصدق هؤلاء، نستفيد من التجارب كلها طبعا. لا يقول شيء ونتفق ونلتزم شيء. انا هصدق ده مش عايز يعترف بحصه الميه بتاعتي اصلا. الرئيس. ايوه نبدا.